مرحبا بكم كامل. اليوم رايحين نشوفوا مع بعض كيفاش نعملوا التقنيطة. راني موالفة نعملها بلا مقادير، يعني عيني هي ميزاني، لكن رايحة نحاول نقولكم بالمقادير. رايحين نحضروا اولا الدقيق نتاعنا، يعني راح نحمصوه. انا استعملت 4 كؤوس كما راكم تشوفوا فيهم. نوجدوا معنا حلوة الترك، حليب غبرة 3 ملاعق، زبدة هنايا 150 غرام، ايضا العسل 150 غرام. وتشوفي اذا كنتي رايحة ضيفي كمية زيادة او لا. هنا اولا غربلت الدقيق ورايحة نقوم بتحميصه، يعني رايحة نوجد هذه الكمية ونخليه يبرد بجيه. هنايا الكمية اللي حمصناها ما رايحينش نستعملوها كامل، رايحين نحتاج نستعمله على حساب الخليط اللي رايحين نوجدوه مع بعض. شوفوا معايا، رايحين نجيبو العسل نتاعنا، نعملو تحت نار هادئة ونضيفولو الزبدة، نذوبوها في هذاك العسل ونضيفو أيضا حلوة الترك، ونضيف أيضا الحليب اللي قلنا عليه سابقا 3 ملاعق، ونضيف أيضا ملعقة وملعقتين من ماء الزهر. بالنسبة للحليب تقدري تستعملي أي حليب اللي يكون عندك، أنا فقط فضلت حليب غبرة يذوبته في الماء. راحين نذوبوا كامل هاد العناصر مع بعض دائما تحت نار هادئة، والحليب هو سر طراوة التقنيطة نتاعنا. بعد ما الدقيق نتاعنا يبرد كامل نبداو نحطو في الخليط، يعني بكميات قليلة كما كنت تشوفوا معايا، يعني ما نوضعوش كامل مرة واحدة، نوضعو فقط على حسب الاستعمال ونخلطو جيدا. هنا لازم نستمروا في الخلط حتى بعد ما نطفو على النار، نستمروا في الخلط حتى يبرد لنا هذا الخليط. وشوفوا كيفاش راه في البدايه يبان بلي جاري، مي كل ما نخلطوا راح يزيد ينشف ويتماسك لنا مع بعض. Thank you.
والنتيجة كما راكم تشوفوا راح تخرج لكم تقنطة رائعة. نتمنى أنكم تجربوا هذه الوصفة، وما تنسونيش أصدقائي باللايك وبتشجيعاتكم. مع السلامة.